شوفوا الأسماك بتشيل الزبالة اللي الناس غمتها في المية بتاعتها، وعايمة فوق وتحت ويمين وشمال، فرحانة إنها عايشة بعيد عن مية البحار اللي بتلوثها مخلفات السفن، ومية الأنهار اللي الناس بترمي فيها الزبالة. ونسمع الآلات الوترية والفلوت والجلوكشبيل وهي بتعكس انسياب المية، وكأنها قطع إزاز صغيرة متعلقة بتتلاقى وتحضن بعضها في حنان مع نسمة هوا ناعمة.